معلش يا كابتن حشيش، خلينا نروح لكريم احمد، لان هناك كلام عن حاجات حصلت داخل الممر المؤدي الى غرف خلع الملابس. خلينا نعرف ماذا حدث في هذا الموضوع. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب، اتفضل يا كريم. ماذا حدث يا كريم؟ وبرحب طبعا بكل نجوم الاستوديو التحليلي. امر كان صعب جدا يا كابتن اسلام بعد انتهاء المباراه مباشره وخروج طبعا اللاعبين من استاد بيت سبورت، يعني خروج احمد فتحي احد المسؤولين في نادي بيراميدز استفز احمد فتحي بشكل كبير جدا والشناوي ببعض الالفاظ والكلمات طبعا يعني من مسار حبس لعيبه النادي الاهلي بالكامل. حصل يعني مناوشات جامده جدا وصلت لتكسير الازاز الخاص باستاد بتروسبورت. تدخل الامن، يمكن اقدر اقول لك لا كابتن اسلام متواجده في استاد بتروسبورت، يعني من الحكم دار لمدير الامن للمباحث لمفتشين مباحث لكل يعني. كيف بدا الامر مره اخرى كريم بعد اذنك؟ عيد معاك تاني يا كابتن اسلام. يعني لو سمحت، المباراه مباشره لعيبه النادي الاهلي خارجه كالعاده داخله على غرف خلع الملابس، وهو ممر واحد بيطلع منه الفريقين. مجرد ان كابتن احمد فتحي كان اول لعيبه اللي داخلين الى الممر، احد المسؤولين في نادي بيراميدز يعني كلم كابتن احمد فتحي باسلوب مش كويس وقال له كلام يعني مش حابين احنا نتكلم عليه. احمد فتحي طبعا يمكن على طول احتك معاه مباشره لبعض اللعيبه، لعيبه بيراميدز بعض العمال اللي متواجدين احتكوا مع الكابتن احمد فتحي ومع لعيبه النادي الاهلي يعني لمده 5 دقائق كده. كان في يعني حاله من الهرج والمرج، اقدر اقول لك كمان يمكن الابواب لو كلام لا يسيء، ويعني لا يسيء اللي انت عارفه، يعني لو كان كلام لا يسيء وينفع تقوله على الهواء من فضلك قوله. والله يا كابتن اسلام يعني اقدر اقول ان لو كلام ما فيهوش حاجه تسيء بالظبط، هو طبعا هو مش لفظ خارج، بس هو كان قال لهم يعني مش هتشموا الدوري ومش هتاخدوا الدوري وهتاخدوا فوق دماغكم، يعني ده الكلام اللي كان بيتقال كده يعني باللغه يعني اللي اقدر اقولها يا كابتن اسلام. في كلام ثاني طبعا اتقال لكن انا تحفظ عليه طبعا، لان كان الموضوع كان صعب جدا طبعا. يعني كل اللعيبه كانت خارجه في صمت، لعيبه النادي الاهلي للعيبه بيراميدز مع المسؤول، هو ده يمكن اللي اشترك مع النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي حتى في اي وضع بتخش على طول او بتطلع من ارضيه الملعب، لكن الامر كان صعب جدا. العمال، عمال نادي بيراميدز، مسكت عمال النادي الاهلي، اللاعبين، المسؤولين اللي متواجدين، الامر كان يعني لمده 3 دقائق كان في حاله من الهرج والمرج جامده جدا. وصلت زي ما بقول لك ان يمكن مديريه امن القاهره متواجده كلها بالكامل داخل الممر الخاص باستاد بتروسبورت، عملوا فصل طبعا تام. حد من الجهاز عايزين نعرف بس، حد من الجهاز ولا اللعيبه؟ لا، ما بيقول لك حد من المسؤولين. هو مسؤول يا كابتن، مسؤول يعني حد مسؤول في مجلس الاداره، يعني اقدر اقول المسؤول من مجلس الاداره وبعض اللاعبين في نادي بيراميدز. ده اللي احنا شفناه ورصدناه، منعوا دخول الكاميرات بالكامل كل القنوات. المراقبين طيب كانوا فين؟ مراقبين المسابقات فين بقى؟ او مراقب المسابقات كان فين بقى؟ والله مراقب المسابقات يا كابتن ما ظهرش الا من 5 دقائق او من 10 دقائق مع اللي حصل ده. ما كناش عارفين نخش نصور مؤتمر ولا عارفين ان احنا نخش حتى ننقل الصوره، لان بعض المواقع كتبت ان في مجزره وفي امور كثيره جدا تم تهويلها. يعني وجودنا ووجود الكاميرات ووجود قناه الاهلي في اي حدث مهما كان، سواء النادي الاهلي فايز النادي الاهلي مهزوم، لابد ان احنا نكون متواجدين، لان بننقل الصوره بمصداقيه. لو في مشاجره بنقول في مشاجره، لو في تطاول من اي حد بنقول، لكن كنا بنتمنى ان احنا نبقى متواجدين عشان ننقل الصوره صحيحه. لكن الامر كان صعب جدا يا كابتن اسلام. حتى هذه اللحظه يمكن لعيبه النادي الاهلي خرجت، لعيبه نادي بيراميدز خرجت، لكن في تامين حتى هذه اللحظه للاعبين. يعني الامور خلاص انتهت؟ الامور يمكن هاديه بشكل كبير جدا دلوقتي. مستر مارتن كان دخل المؤتمر الصحفي، ايضا كمان المدير الفني نادي بيراميدز دخل، يعني نقدر نقول ان خلاص الامور هديت بشكل كبير. حاولوا ان هم يفصلوا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي بيراميدز، لكن كانت لقطه يمكن صعبه جدا على اللاعبين احمد فتحي الشناوي ابرز الاثنين اللي كانوا متواجدين في المناوشات. طبعا لعيبه النادي الاهلي مجرد ان هي عارفه كده ابتدت تطلع من اوضه اللبس، والناحيه الثانيه نفس الموضوع، لكن تدخل الشرطه سريعا والقوات اللي بتامن استاد بتروسبورت حاولت ان هي تفصل بشكل كبير، وقدروا ان هم يفصلوا كابتن اسلام. لكن يعني الامر كان صعب، وبنتمنى ان ده ما يحصلش. استاد بتروسبورت معروف ان يعني ضيق شويه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او الخصم اللي بيكون متواجد، الامر بيكون محتاج تامين، لكن التامين كان كده خلى الموضوع فيه هرجله شويه كابتن اسلام في الطرقه اللي موجوده فيه استاد بتروسبورت. لكن في اللحظات اللي انا بكلمك، اذا حدث استفزاز من احد المسؤولين لنادي بيراميدز. خليني بس اشرحها للناس وانت معايا يا كريم. حصل استفزاز من احد المسؤولين في مجلس اداره نادي بيراميدز لكابتن احمد فتحي تحديدا وكابتن محمد الشناوي. لم يتمالك كابتن احمد فتحي نفسه ويعني رد عليه. هل ده كلام مظبوط؟
بالظبط يا كابتن اسلام، الرد مع بعض المناوشات مع الهرج اللي حصل، اللعيبه كلها طلعت اسمه يعني، لكن بدايه الامر كان زي ما بقول لك كده، المسؤول المتواجد في نادي بيراميدز كان قاعد في الماسوره الرئيسيه، لكن بعد المباراه انت عارف يعني بعد المباراه بيبقى الناس بتنزل على ارضيه الملعب، ففي الدخول ومع اللاعبين حصل الامر ده. لكن في اللحظات كمان انا بكلمك فيها دي، مستر مارتن لسه بينهي المؤتمر الصحفي ومتوجه الى غرف على ملابس الخاصه بالنادي الاهلي على ان يتوجه الى حفله النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كريم على